فتحية لكم ومرحبا بكم. وكالعادة دائما الساعة الثانية الساعة الوقائية حاضر معنا ومشرفنا الأستاذ محمد أحلمي أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذي. تحية لك أختي سكينة وتحية الفريق العمل وتحية المستمعين الكرام وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. الأحوال طيبة على خير. بارك الله فيك. شكرا. الله يطول عمرك أستاذي. اليوم اقترحك علينا هو أننا نعرفوا الأصل ديال كاع الأمراض. تماما. وصافي غادي تعطينا حل المشكله العويصه اللي كنعانيو منها في مجتمعنا اليوم. لا هو احنا نساعد الناس اختي سكينة على اكتشاف الحلول الشخصيه ديالهم، لان الحل ماشي عام، هو الحل شخصي كل واحد. فعلا انا من صافي لونطون احنا كنهضروا على الوقايه. ما يتسألت انا خصنا نشرحوا للمستمع شنو هي الوقايه، بعدا نعرفوا شنو هي الوقايه. ديما كنقولوا وقايه افضل من العلاج، مي خصنا نعرفوا شنو هي الوقايه وشنو التعريف ديال الوقايه ان شاء الله. تفضل استاذي. مرحبا. ان شاء الله ان شاء الله اختي سكينة شكرا لك. فعلا كما سبقنا وشرنا انا دائما نتحدث عن، واختي سكينة دائما كتقول في الساعه الثانيه هي ساعه وقائيه، كنسمعوا دائما الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه ثم العلاج، كنسمعوا بزاف ديال الامور. فاليوم ان شاء الله يعني بغيت أنا مع المستمعين أننا ندرتشو حول ما يعرف وما يقال وما يفهم من الوقاية الحقيقية. داكشي علاش العنوان ديال الحلقة ديال اليوم هو عناوين المفهوم واحد، وهي يعني المفهوم ديال الوقاية، المعنى الحقيقي ديال الوقاية، وأصل كل الأمراض. يعني الحلقة اللي غنهضروا عليها اليوم أصل كل الأمراض مهما كان مرضك. هذه الحلقة هذه ممكن تكون حلقة اللي هي منقذة للعديد من الناس اللي كيدوزوا من عديد من المراحل. أنا مي كنكون في مرحلة الصحة باش نمشي للمرض ضروري ندوز بواحد المرحلة، هذه ضرورية. يعني ما يمكنش أنني ندوز من لا قدر الله من الصحة المرض دون أننا المرور عبر هذه المرحلة. هذه المرحلة هذه سميتها أنا مرحلة ما قبل المرض، مرحلة ما قبل المرض، مرحلة ما قبل ظهور أول عرض، مرحلة ما قبل الأعراض. هذه في علم الوقاية أطلق كل التحاليل ديالك مزيانة. وبورتون هذا الشيء هذا أصل كل الأمراض والعش ديال كل الأمراض. يقدر الإنسان يعني من بعد يدوز لهذا المرض مهما كان. مي كنقول المرض راه كنقصد من الشقيقة حتى للسرطان، يعني أجرنا الله وإياكم، من الشقيقة حتى للسرطان جميع الأمراض كدوز من هذه المرحلة. هذه هو ذاك الجمر اللي تحت الرماد. هذه المرحلة شنو سميتها؟ سميتها التهاب طويل الأمد منخفض الدرجة. إذا بغيتي تفهم المفهوم الحقيقي ديال الوقاية خصنا نفهمو شنا هو الالتهاب طويل الأمد منخفض الدرجة. شنا هو هاد المرحلة هادي؟ مي كتمشي للسرطان أول عرض ديال السرطان كدوز بهاد المرحلة، مي كتمشي للسكري كدوز بهاد المرحلة، مي كتمشي لاحتكاك الغضروف كدوز بهاد المرحلة، مي كتمشي للسرطان التاني كدوز مهد. أي مرض خذو إلا ويسبقه التهاب. شنو هو الالتهاب؟ الالتهاب هو عبارة عن ردة فعل كيقوم بها الجسم، كيقوم بها جهاز المناعة للدفاع الذاتي. الالتهاب فيه جوج أنواع، فيه الالتهاب الحاد، احمرار، انتفاخ، آلام، ارتفاع درجة الحرارة، وفيه الالتهاب الخطير هو أخبث من السرطان. عقلوا عليها، شي هذا الالتهاب هذا، شي هذه المرحلة اللي كنهضروا عليها اليوم أخطر من السرطان. هو الالتهاب الطويل الأمد منخفض الشدة. شنو معناته منخفض الشدة؟ ما غتحس حتى بحاجة. الناس غيقولوا كيفاش غنديروا نعرفوه، أنا غنوريكم كيفاش غديروا نعرفوه. الجميل أن هذا الالتهاب هو يمكن التخلص منه بواحد السهوله، لانه عنده نقطه قوه ونقطه ضعف. سا ديبون عليك انت. نقطه القوه ديالو انه لا يتم اكتشافه حتى لواحد النهار لا قدر الله، لان خصنا نعرفوا بلي حنا عندنا الاعضاء
وسبحان الله هذا من عند الله. أعضاءنا ما فيهاش قطع غيار، لا غالب قطع غيار عندك انت يا لا ريباراسيون لو توغيريزون عندك انت، ما كاينش قدره تبدل لك. تخسر لك الروبيني تجيب روبيني، تخسر لك رويضه ديال السياره تجيب رويضه جديده. ما الجسم ديالنا ما فيش قطع غيار، الجسم ديالنا هذيك قطعات الغيار اللي كديرها السياره عندها واحد امد الحياه. الجسم ديالنا فيه مثلا الكليتين، كل كلوه فيها مليون مصفات، يعني انت عندك جوج مليون مصفات، جوج مليون مصفات خصك تعيش 400 عام باش تساليهم، تبقى واحد سالهم في 20 عام. علاش؟ لان قالوا له دير كمال الاجسام سير خذ واحد المواد، قالوا له خذ المحلي، قالوا له خذ هذه الامور وهذه المواد المصنعه وهذه الامور والمعادن الثقيله. جوج المليون مصفات كيستهلكها الانسان في 40 عام، نقولوا كاع 100 عام، 100 عام راه ما خصكش تساليها. المغاربه كيقولوا الله يلاقي الصحه مع العمر، راه دعيوه زوينه ومعبره. انا عطيتها مثال، الكبد ديالنا راه ممكن يشتغل معك حتى 300 عام، ولكن شكون غيعيش 300 عام؟ اون سي جامي، مي شكون غيعيش 300 عام؟ اي بورتون كنساليوها في 30 عام. ماشي 30 سنه، 30 عام، لان السنه شيء والعام شيء. الجميل قلت انا هذا الالتهاب، هذا النوع من الالتهاب، هذا النوع من بين قوسين مرحله ما قبل المرض، اللي ملي كتمشي التحاليل كلها مزيانه، لا نفس مزيان، والسي اف بي ميم السي اف بي والفي اس نورمال، لي زانديكاتور ديال الالتهابات نورمال، لان هادو كيطلعوا في الالتهاب الحاد، احمرار، انتفاخ، الام درجه الحراره، كلشي كيعرف هادشي، قريناه في العلوم الطبيعيه والناس كيعرفوا من الصغر. الالتهاب كيعني احمرار المكان، انتفاخ المكان، الم على مستوى المكان، وارتفاع درجه الحراره اونيفو لوكال. هذا هو الالتهاب الحاد. هنا غدير الفي اس والسي ار بي تلقاها طالعه، عندك حلاقه مع تلقاها طالعه، عندك مشكل في الكبد. هاد المرحله هذه ما كيكونش فيها الفيتاس دو سيديمونطاسيون طالعه والبروتين سي رياكتيف طالع، ما كيكونوش طالعين. كتمشي كتلقى كل التحاليل مزيانه، اي بورتون فوزيت فواحد ليطاب جوست قبل المرض، وهذه عافاكم الوقايه الحقيقيه. وهذا الشيء خص هذا البيدال، هذا هو اللي خصنا نابويو عليه، هو اللي خصنا نبركو عليه، باش نقدوا الناس ما يوصلوناش لمرحله ما يعرف بالمرض. لان شنو هو المرض؟ هو ظهور اول عرض عند واحد العضو ولا عند واحد الخليه من بعد ما نادت عليك نداء مستمر، ومن بعد ما دازت من هذه المرحله. نقطه القوه ديال هذه المرحله هذه هي انها جمر تحت الرماد. نقطه الضعف ديالها هو انها يمكن التخلص منها بسهوله. هاد الالتهابات شنو هي الخطوره ديالها وعلاش كتؤدي لنا للمرض؟ وهنا غنوقفوا على مرض وراثي، باك عنده السكر، موك عنده السكر، سي نورمال عندك السكر، وهاد الامور اللي قلناها من زمان. ها المشكل فين كاين؟ عندك التهابات طويله الامد منخفضه الشده توقد الجينات الكامنه وتحفز الجين من مرحله الكمون لمرحله النشاط. شكون اللي حفزو انت؟ كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيتي. راه ما يمكنش سيدي ربي يعطيك مرض مسؤول عليه الوراثه ديالك، يعني انت ما مسؤول على حاجه، جاني المرض حيت وراثي، راه ما يمكنش. هذا راه يعني يخالف المنطق، راه ماشي هذه لا جينيتيك، راه كنهضروا على ليبي جينيتيك. الالتهابات، هذا النوع ديال الالتهابات اللي قلنا لا تحاليل كتكشفها، ولا انا اقول لكم واش عندكم هذه الالتهابات، غنعطي بعض الامور، غتلقى واش عندك التهاب ولا ما عندكش التهاب. دابا غتعرفها. الالتهاب قلت انا هذه الالتهابات، نوع ديال الالتهابات هو جمر تحت الرماد يحفز الجينات الكامنه من مرحله الكمون. عندي جين ديال السكري خديته من عند الوالد ديالي ناعس، اون فاز ولا اون مود اوف. هذه الالتهابات كدير له اون مود اون، اتفاق، كيبان عندك سكري فوالا. هاد من مور هاد المرحله تفقد الخليه الوظيفه ديالها، كيبان عندك ما يسمى بالمرض. وهاد الالتهابات هذه تتغير من شخص لاخر. الناس غايقول لك كيفاش نعرفوا هاد الالتهابات؟ هادو تحاليل اللي مالوغوزمون كيداروا ولكن قل ما كنسمعوا عليهم، يسمى بمعامل الالتهاب. بالمناسبة أنا دابا اللي كنهضر معاكم معامل الالتهاب ديالي ماشي صفر، ما كاينش شي واحد على وجه الأرض المعامل ديال الالتهاب ديالو صفر، غير هو.
الا كنت كتقوم بالاشياء الاتيه اللي غنقولها اعرف راسك باللي عندك درجه الالتهاب طالعه. شنو باش نعرفوا شنو هو هذا الالتهاب غنفسروا هذه النقط هذه. الا كنت عندك دهون في البطن عندك احتمال ارتفاع هذا النوع ديال الالتهاب واخا ما عندك تمرض. الا كان عندك قله النشاط ماشي الحركه وماشي الرياضه قله النشاط لان خصنا النشاط ملي كنقولوا النشاط راه المقصود به النشاط العضلي والنشاط الفكري. علاش؟ لان النشاط العضلي كيطلع الكروس هرمون لهرمون دو كرواسونس هرمون النمو هرمون النمو كيقلل من هذه الالتهابات. الاتصال بالطبيعه الا ما عندكش الاتصال بالطبيعه وكتاخذ اكسجين جيد عندك درجه الالتهاب طالعه. هادشي بشكل مباشر باش نبلغوا باش الانسان يتحمل كل واحد المسؤوليه ديالو قدام الجسم ديالو. جوده النوم الا ما عندك ما كنقولوش نعسوا 8 السوايع راه هاد 8 السوايع بحال داك 30 دقيقه ديال لا مارش 8 شوف سبحان الله ديما كنركزوا على الارقام حنا ما كنعالجوش ارقام ما كنتعاملوش مع ارقام. نعسوا 8 السوايع الا نعست في 8 في الوحده الليل وفقت في 8 9 الصباح راني نعست 8 السوايع. لا لو سوماي فيزيولوجيك ريباراتور نعس الله سبحانه وتعالى قال وما من دابة في الأرض ولا طائر. شوف الله سبحانه وتعالى كل شيء هدر على الدواب والطائر ذكروا بالاسم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. علاش الله سبحانه وتعالى ذكر الطائر؟ عمرك تلقى شي طائر من مورا المغرب كيمشي يدير رياضة ولا كيمشي ياكل ولا كيمشي يدير هاد الأمور. قلة النشاط دهون في البطن تدخين التدخين كتدخل راسك في هذه المرحله هذه مجانا مجانا كتعطي لجسمك واحد لو كوان مجانا فاش تحط في مرحله ما قبل المرض. الناس اللي كياخذوا المحلي المحلي المحليات زيد هذه زيد هذه المذاق الحلو برا كيتسمى البغينيسمون نو انزيماتيك داكشي محمر. الناس غايقولوا شنو هو البغينيسمون نو انزيماتيك ما تعقلوش الاسم الفرنسيه بالدارجه هو داكشي محمر. إلا كنتي كيعجبك هذه محمرة والكيكة محمرة والدجاج محمر وهذه عرف راسك كتحط راسك في هذا المأزق كتحط راسك في ليبيرلوكوسيتوز ديجستيف وكتحط راسك في هذه الالتهابات طويلة الأمد يعني منخفضة الشدة ما غتبان لك حتى في شي حاجة. في الوسط الجسم كاينة لا غليكاسيون الحالة الماء ديال الدم كذلك تعطينا التهابات. علاش المكان والناس اللي كيكون عندهم السكر طالع كتلقى راسو البي ديابيتيك لا قدر الله راه كيقطعوا راه الناس دابا لي بي ديابيتيك شحال من واحد عنده لو ديابيت وما قادش السكر ديالو تقطع يعني تم البطر ديال الرجل. علاش؟ لان السكر عنده طالع والسكر هو غذاء للعديد من لا لا لا, لا الا بغينا نقولوا البكتيريات والعد وذاك البلاصه تتعفن وما تتعفن. علاش؟ لان يعني كاين السكر طالع اكثر من واحد غرام وبالتالي المحليات وهذه الامور هذه المسائل هذه كامله. الناس اللي كيعتمدوا على الزيوت النباتيه من غير زيت الزيتون وزيت الارغان اللي فيها الاوميغا 6 علاش؟ لان الاوميغا 6 نار كتشعل بها الجسم ديالك. علاش؟ لان الاوميغا 6 والاوميغا 3 الله سبحانه وتعالى حطهم في توازن خصك واحد ديال الاوميغا 3 مع واحد ديال الاوميغا 6. دابا 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 اقل ما كاين هو واحد ديال اوميغا 3 مع 50 ديال اوميغا 6. مي كيكون 50 ديال اوميغا 6 كتكونسومي لك واحد لونزيم سميتو دلتا 6 دي ساتوريز بلا ما تعقلوا عليه مي كتشعل الالتهابات في الجسم. الاوميغا 6 كاينه في اغلب الزيوت اللي مخرج اللي مخرجه بلي سولفون لان زيت الزيتون فيه الاوميغا 9 ما فيهش الاوميغا 6 باش نكونوا عارفين. المواد المصنعه اغلب المواد المصنعه هي مواد كتديك لهاد لازون ديال هاد الالتهابات ما قبل هادي غنقول علاش لان كتطلع الهيستامين وغنهضر على كيفيه العمل الفيزيولوجي ديال الاكساده. شنو هي الاكساده؟ الاكساده راه واخا الا ما درتيهاش كيتسموا لي برو اوكسيدون واخا الا ما خديتيهاش من برا راه الجسم ديالك كيقوم ما يسمى بلو ستريس اوكسيداتيف. سو كيفي الناس اللي ما كياخذوش النبات الناس اللي ما كياخذوش المعادن الجيده الناس اللي ما كياخذوش مضادات الاكسده وهاد الامور وهاد المسائل هذه كامل واخا الناس اللي عندهم ارتشاح الامعاء وترقق الجدار ديال الامعاء اولا لا ديسبيوز اللي كنا هضرنا عليها في حلقه ماضيه ممكن انكم ترجعوا لها. شتي شفت الا كان عندك عامل ولا جوج من هادو اعرف راسك باللي راك هاد لا زون هادي
يجب أن تعود. شنو هو الحل؟ الحل ديال هذا باش نخرجوا من هاد لازون ديال هاد ما قبل المرض. عرفتوا علاش هدرت انا هادشي كامل؟ باش نعطيكم الحل. حل واحد، ثقوا بيا. علاش هدرنا على هاد الحلقه ديال اليوم؟ هو فخ ايجابي باش نهضروا على الحل، هو الصيام. راه ما كنتسناوش تيجي رمضان عاد نصومو. الصيام سي لوطوفرجي، ارفع ما يمكن يدير به يقوم به الانسان هو الصيام. تخيلوا معايا، الاستيقاظ المبكر مجانا، الصيام مجاني، الحركه مجانيه، الابتسامه مجانيه، طاقات ايجابيه مجانيه. كنخليو ما هو مجاني وكنمشيو نقلبو نحطو الفلوس على شي حاجه علاجيه وهذه وهذه. لا نمشي ندير انايا للبعض. انا كنقول الناس درتو الحمام ديال الهواء، درتو الحمام ديال الشمس، درتو راه الحمام ديال الماء نوع من 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 انواع ديال الحمامات. وسولوا المخلوقات، كيديروا الحمام ديال الطين، كيديروا الحمام ديال الشمس، وكيديروا الحمام ديال الهواء. اخا حنا كنمشيو كنقلبوا على بعض العلاجات ولا بعض الاساليب، كنقولوا لا كنديروا لا بريفونسيون، كنديروا الوقايه. الوقايه انا عطيتها لكم مختصره في شحال، في 20 دقيقه ما كاملاش، مختصر ديال هادشي كامل، ما يعرف بالوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية ثم العلاج. بعدوا راسكم على موقف، تحطوا راسكم في موقف ديال الالتهابات طويلة الأمد، ومن حيث الشدة هي قوية فيما يخص هاد الشدة ديالها، ولا التعامل ديالها مع الجسم باش ما نوصلوش لهاد المرحلة هادية ديال أننا نكونوا في مرحلة ديال ما قبل المرض، واخا هي الشدة ديالها منخفضة، من بعد توصل لواحد المرحلة ما يعرف بالمرض. أنا عطيتكم الحل في الأخر، الحل هو الصيام. والصيام شنو التعريف ديالو؟ الصيام راك تستفيد من الصيام حتى كتاكل. سو كيف في الصيام وشنو كليتي، هذا هو الصيام الحقيقي. بيان سور إلا بغيتي تبعد راسك على هاد لازون هادية، كنهضروا على الصيام أول حاجة. علاش؟ لأن هاد العملية ديال اللي كتطلع لنا هاد الالتهابات، كيطلع لنا الكورتيزول بواحد النسبه بسيطه ما كتبانش في التحاليل، وكيطلع لنا الهيستامين بواحد النسبه بسيطه ما كتبانش في التحاليل. سو كيفي الكورتيزول كيبقى طالع كيوقع لنا ايبويزمون ديال الغده الكظريه. علاش؟ لان المنطقه الخارجيه في الطبقه، لان احنا الغده الكظريه عندنا جوج مناطق، كاين الميديولو سورينال الوسط، كاين الكورتيكو سورينال. هذيك الكورتيكو سورينال تاهي فيها ثلاثه، فيها فين كيتفرز الكورتيزول، فيها فين كيتفرز دي اش او الهرمونات الجنسيه، وفيها فين كيتفرز الالدوستيرون. وسط الغده الكظريه كاين الادرينالين والنوردرينالين والدوبامين اللي كيتفرزوا كاملين من التيروزين. هاد القشره الخارجيه في الطبقه الثالثه كتفرز الكورتيزول. اليوم غدا هاد الالتهابات اللي قلنا سميتهم الالتهابات طويله الامد منخفضه الدرجه، كتادي لنا ايبويزمون ديال الكورتيزول. واحد النهار كتولي تاخذ شنو؟ لا كورتيكوثيرابي. هادشي اللي كيوقع للناس. كذلك تيبويزينا واحد الماده كي ديغراد الهيستامين. شنو هو الهيستامين؟ هما الحساسيات، هما لي زاليرجي. هاد الماده سميتها ديامين اوكسيديز او الهيستاميناز. اليوم غدا هادي كتسمى لي بيرلوكوسيتوز ديجستيف. هاد الالتهابات اللي هي ما كتبانش، هي اللي كنسميوها حنا المغاربه قطره بقطره كيحمل الواد. مي كيحمل الواد هو المرض. القطيره هما هادوما، القطره ما غنحسوش بها، مي غنعرفوها. باش تعرفها، الا كانت عندك قله الحركه، الا كنتي مدخن، الا كانت عندك دهون في البطن، الجوده ديال النوم ديالك الا كانت ما مزياناش، الا كنتي كتاخذ محلي ومحليات والمواد المصنعه، الزيوت اللي من غير زيت زيتون وزيت الارغان، لا قله الصيام، عرف راسك بلي فوزات في داك لازون. كاين في هاد المرحله هادي الناس اللي كيعرفوا قيمه الوقايه، راه كاين دابا اللي كدار معامل الالتهاب. كاينه العديد من السياسات الوقائيه كدير هاد معامل الالتهاب. وكنجيو للاكل، الاكل الالتهابي، عقلوا عليها، هذا مصطلح اللي ممكن انا نخرجوه من برنامج الصحه والسلامه. كاين الاكل الالتهابي، ديما كتسمعوا كنقولوا الاكل نوعان، اكل تاكله واكل ياكلك ولك ان تختار. الجميل ان الاختيار عندك 100%. حنا ماشي كنقولوا خذ هذه وما تاخذش هذه، حنا كنعاونوك تبني قناعات ديالك لانك تاخذ هذه علاش وما تاخذش هذه علاش. لان ملي كتقول لولدك
يلا تمشي، حيت الا قلتي له يلا بابا غنخرجوا يقول لك علاش. ما تقدرش انت تخرج معاه بلا ما تقول له علاش. هكا عاوتاني حنا كنعطيو للناس المعلومه، بعد على هادي علاش وخذ هادي علاش. كاين الاكل الالتهابي، خا الاكل شنو هو الاكل الالتهابي؟ هو الاكل المحرض على الالتهابات اللي ما غيطلعش فيها الفي اس وما غيطلعش فيها السي ار بي. حنا ولينا كنقيسوا الالتهاب غير بالسي ار بي والفي اس، سمحوا لي هذا يسمى بالالتهاب الحاد. اما الالتهابات اللي هي غير حاده واللي هي طويله الامد منخفضه الشده، ما عندنا باش نعبروها الا بعض السياسات العلاجيه اللي فيها معامل التهاب بواحد الثمن اللي هو باهظ، وما نحتاجوش نعبروها. علاش؟ لان تعبرها دابا لا كنتي مدخن راك في المرحله، كان عندك دهون في البطن راك تمايا، كان عندك جوده ديال النوم اللي 90% ديال العالم دابا عنده جوده النوم راك تما في المرحله، المحلي اللي كياخذ المحلي والمحليات اللي كياخذ الزيوت اللي فيها الاوميغا 6 المواد المصنعه قله الصيام راك تما في هذه المرحله هذه. وما نبغيوش حنا بهذه القطره قطره هذه مراها يحمل الواد. هكا كنكونوا عطينا، انا شخصيا برنامج الصحه والسلامه حاولت نعطيكم معنى الوقايه الحقيقيه، هذه هي الوقايه. عاد من بعد حنا ربما بزاف الناس كيهضروا على المرض، اجيو نهضروا على الصحه شي شويه. علاش؟ لان يعني الحمد لله كاين بزاف كيهضروا على المرض، حنا نهضروا على الصحه، ومن بعد ان شاء الله من ضمنوا ان الناس ما يبقاوش يمشيو لنا للمرض، حنا راه كنهضروا على المرض حتى هو. من نهضروا على الصحه اولا على لا بريفونسيون، وحنا هذه ساعه يعني ساعه وقائيه، وكان ضروري اننا نعطيو مفهوم الوقايه المفهوم الحقيقي في انتظار من بعد نعطيو التعريف الحقيقي ديال الصحه. شنو هي الصحه؟ لان لا ديفينيسيون ديال الصحه وهلي لا ديفينيسيون ديال الصحه عاوتاني حتى هي يجب اعاده النظر فيها. لا ديفينيسيون ديال الصحه فيها عوامل اللي هي بسيطه واللي هي مغيبه، هذا هو المفهوم الحقيقي ديال الوقايه. مرحبا ومشكور جزيل الشكر استاذي على وقتك، وحنا اكيد مازالين معكم مستمرين معاكم ونستقبلوا اسئله المستمعين الا سمحتي لي مباشره بعد ما نتوقفوا مع فاصل. وغنمشيو مباشره الا سمحتي لي استاذي ناخذ معنا مكالمات المستمعين. معنا لاله خديجه من قلعه استرغنا، مرحبا بك لاله، صباح الخير. صباح الخير اختي، سكينه بخير؟ الحمد لله، الله يطول عمرك بارك الله فيك. مزيان استاذ بخير؟ اهلا وسهلا، شكركم على البرنامج، شكرا بزاف استاذ، الله يلا غير حياتنا 180 درجه، شكرا بزاف. الحمد لله. انا بغيت نتقاسم لكم التجربه ديالي، ولكن بغيت نقول السؤال ديالي الصحي عاد الى تفضل. لا لا مرحبا مرحبا مرحبا. انا استاذ ما عرفتش يمكن واش انا عندي شي التهاب ولا ما نعرف، يعني في هذا الجو ديال الشتاء كنعاني بزاف. يمكن دور نوعيه المعاناه اللي عندك؟ كنحس ان الدوره الدمويه ما تتوصلش لي ديور لي، يعني ديما كيبقاو باردين. اها لكن نعم. الا كنت كنتحرك اوكي راني مزيان، ما كنتحركش يعني صافي ملي كنجلس صافي يعني خاصني عرفتي شنو غديري؟ تحركي، عرفتي شنو غديري؟ تحركي. راه خاصني نبقى كل الوقت وكنتحرك مزيان، راه هذاك هو الفطره ديالك، هذيك هي الفطره ديالك. دابا دابا انت نبغي انا نجلس فيها ولا كان نعم نعس ولا شي حاجه راه كان ما كيسخنوش ليا رجليا بالاخر. واخا شوف انا نعطيك واحد، عندك وليدات ياك؟ لا ما عندي لا وليدات لا والو. داك واخا واخا انا نجاوبك ان شاء الله، انا نجاوبك على هذا السؤال هذه. مرحبا. بغيت نكمل لك استاذ، يعني كيتنفخوا ليا كصباعي يدي وليديا مع الماء بارد ولا داك الشيء، ودابا تيعطيني كصداع المفاصل ديالي من تقريبا من الورك حتى لتحت. الى بقيتي راه سيدتي الكريمه راه ماشي المشكل في المبرد، هاد المساله ديال المبرد ردوا منها البال، راه ماشي مشكل في المبرد، راه مشكل عندنا في الدم والجسم ديالنا بارد من الداخل. راه ماشي اشكاليه المبرد، راه الناس عايشين في القطب، عايشين في فنلندا ناقص 50، راه ماشي مشكل في المبرد. هادو اللي عايشين في فنلندا ناقص 50 راه كياكلوا الاسماك، راه ما كياكلوش محليات، راه وعايشين حياه اللي هي حياه بواحد الجوده عاليه من الصحه. راه ماشي مشكل المبارد، راه مشكل في الجسم ديالنا من الداخل، فيه التهابات. واخا انا نشرح لك هذه النقطه هذه. مرحبا. نعم وي اختي سكينه، مرحبا استاذ. شوف حنا بالنسبه لنا هذه المساله اللي بزاف الناس كيقول لك انا راه المبارد وهاد المشاكل، هي السيده الجميل انها عطات المشكل وعطات الحل
شوف اختي سكينة، علاش قلت لنا واش عندك وليدات؟ عرفتوا علاش؟ الا عندكم وليدات ديروا واحد التجربه، تحركوا مين يتحركوا هما وجلسوا مين يجلسوا هما. مين يتحركوا هما تحركوا، مين يجلسوا هما جلسوا. وإلا خرجتي ولدك برا الطبيعة، داكشي اللي دار ولدك ديرو نتايا. علاش؟ غادي نقدروا نكملوا النهار أستاذ. ها فوالا، ها السؤال مطروح أختي سكينة. علاش إحنا الفطرة ديالنا إلي ديفيي؟ الفطرة ديالنا إحنا توجهات فيغ واحد العقد. دابا جالسين حدا الناس في شي غابه ولا هادي، الا بان لك شي واحد كيجري مع ولده غيقولوا هذا راه ما العقل ديالو يمكن. في حين انني انا الا تبعت ولدي في داكشي اللي كيديروا في الحركه اللي كيدير، على الاقل جو سوي اوريونتي باغ الفطره ديالو. وهاد شي تجربه غيديروها مع وليداتك، شنو غتفهموا؟ لان كاين بعض النساء اختي سكينه كيجي عندي كيقول لي، كتقول لي انا ولدي عنده افراط النشاط. شكون اللي دار له التشخيص؟ خالته، ماشي مختص، هي اختها. اختها قالت لها هاد ولدك، سمحوا لي على المصطلح، قالت لها هاد ولدك كيطير. هو مين كنشوفوا الاصل ديال المشكل؟ ماشي وليداتنا عندهم افراط النشاط، حنا عندنا قله النشاط. هي السيدة عطات الحل وعطات المشكل وعطات الحل. الجسم ديالنا في حالة البرد مي كتكون جالس، الدم كيهرب لداخل، كي يعني كيحاول ما يبقاش في واحد السطح. داكشي اش كتلقى يدك الا بردات بزاف، الا بردات بزاف كتلقى اللون بحال صفر، بحال الا يدك عندك انيمي. هو علاش؟ لان الدم هرب، بحال لما الانسان يخاف، لما الانسان مثلا كيكون في شي جار لا قدر الله ولا هادي، علاش كتلقى الجسم ديالو ما فيش الدم من الخارج، الدم كيهرب على برا. علاش؟ كيخاف انه يتقاص، انه يهدي، باش تا لا قدر الله لا بوت قاصت ولا شي حاجه ما كيخرجش نسبه كبيره من الدم. هذا ذكاء ديال الجسم. وبالتالي سيدتي الكريمه المساله ديالك بسيطه جدا، هو اننا نرجعوا للنشاط ديالنا. راه النشاط شفت اختي سكينه، من ولينا كنقولوا الرياضه هي خصك تمشي لسال دو سبور وتخدم بدي ماشين، وخدم هي بالوزن ديالك، هي بالوزن ديالك، هي بالوزن ديالك، ما تحتاج تهز حتى حاجه. والطابي غولون سمحوا لي، انا ماشي كونتر الطابي غولون، مي الطابي غولون سمحوا لي هي طابي، لان يعني بزاف الناس يقول لك انا عندي الطابي غولون في البالكون ولا هادي. وانا نعطيك لي زانكونفينيون ديال الطابي غولون. الطابي غولون ما كيعلمكش وما كيخدملكش لي بوين ديكيليبر. مي كتمشى انت في الارض، خلي السيمة، خلي الشنطة يتمشى فوق الأرض، فوق الأرض في الغابة، رجل فوق رجل تحت. مي كتكون الرجل ماشي في نفس النيفو، الفقرات ديال الركبة كيخدمو، الجسم كيسخن، لو سونتر ديكيليبغ. شد دابا أي واحد دير له واحد العود رقيق وقول له تمشى فوق منه ما غيتمشاش. لي سونتر ديكيليبغ ما بقاوش عندنا خدامين مزيان. هذاك الشيء علاش طابي غولون أنا في البلون أنا نخليه من لو بلون زد، حيت لو بلون أ هو خرج، هذه الأولى. ثانيا الأكسجين. فهادشي أش كنقول أنا السيدة الكريمة، أنتي قلتي المشكل وقلتي الحل، تحركوا عافاكم. راه النشاط ماشي هو الرياضة تمشي وصال دو سبور وهادي وهادي، لا. النشاط هو تقدر تكون نشط في دارك، تقدر تكون نشط في خدمتك، تقدر تكون نشط وأنت غادي تتقدى، تقدر تكون نشط في الحياة ديالك كاملة. النشاط هي برمجة، قبل ما نبدأ أنني نحرك يدي ولا هادي ولا، هي برمجة برمجة. وبالتالي حنا تبرمجنا على واحد أنني يمتلق الوقت عاد نمشي ندير الرياضة، يعني نخرج الوقت الفيسبوك ونخرج الوقت الواتساب، ما بقاليش الوقت الخميرة، ما بقاليش الوقت العجينة، الخدمة دات مني الوقت. هاد الأمور فينا هو هاد، إلا بقالي شي وقت عاد غنعجن، إلا بقى لي شي وقت عاد غنطيب طويجين لوليداتي، إلا بقى لي شي وقت عاد غندير الرياضة. سمحوا لي، كنخليو الأساسيات وكنمشيو للكماليات. بالنسبة لي أنا، إلا ما كانتش عيني كتشوف مزيان، كي غندير نشوف هذاك الميساج اللي وصلني في الواتساب؟ إلا ما كانتش ودني كتسمع مزيان، كي غندير نسمع هذاك الأوديو اللي وصلني في الواتساب؟ الصحة ديالنا راه بها باش خدامين هادشي هذايا. نهار غتصبح مريض عيبان لك القيمة ديال الصحة ديالك الحقيقية. فهادشي علاش عافاكم النشاط البدني. ولا بغيتو تعرفوا شنو التعريف ديال النشاط البدني، اتبع ولدك،
خرج ولدك للطبيعه ودير نتايا الميميتيزم اللي دار ولدك ديرو نتايا، طلع فوق الشجره طلع معاه، ما تقولوش هبط 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 عندك طيح. هاد المساله عندنا احنا في العديد من المجتمعات ما بقاتش داك لا لا ما طلعش الشجره، كنبرمجوهم على الخوف. فبالنسبه لي انا الا بغيتي تعرف النشاط الحقيقي تبع ولدك، خرج طلع فوق الشجره، حاول انت تطلع فوق الشجره، مشى كيجري ورا شي قط انت تجري ورا داك القط، على الاقل يسير معاه معيشه ناس مع المغرب، غتصلي العشاء وغتنعس، وهذيك النعسه هذيك بزاف الناس كيحلموا بها. هذا هو النشاط الحقيقي. اما نهسا كي انا ساليت الخدمه مع السبعه د العشيه ونمشي ندير الرياضه مع الثمانيه والباص مطلوق ولا وصال دو سبور في الريتشوسي والشراج مسدودين، تضر جسمك من حيث اردت ان تنفع. هذه ماشي رياضه ماشي نشاط، هذه اشياء سميوها اللي بغيتو سيدتي الكريمه. غتحركي اليوم بغيتو تسخنوا الجسم ديالكم في هذا البرد هذا، تحركوا تحركوا تحركوا، الحركه فيها بركه وفيها حتى ارتفاع درجه الحراره، تحركوا تحركوا مزيان وسترى ان هذه المشاكل هذه كلها غتزول. وقلت لكم انايا الحركه من الاشياء اللي تقاوم هذه الالتهابات وهذا النوع ديال الالتهابات اللي كنهضروا عليها اليوم. راه لا لا شو سبحان الله العظيم، ربي عطانا الرخص في كل شيء الا الصلاه. تحرك تحرك. انا قلت للناس راه انت دابا جالس في البيرو ديالك، افترضوا اضطراريين جالس في البيرو ديالك، عرفتي داك الهزه ديال الرجل طاعين حركوا كان فيبريو غير برجلنا، كشحال من واحد جالس كيتسنى شي اونتروتيان ولا شي حاجه كيبقى يحرك رجله، هذيك الحركه هذيك تخيلوا هذيك العضله الوحيده اللي ما كتعياش. علاش؟ لان ما كتكونش الحمض اللبني وعين ديروها على الاقل وكتطلع له ميتابوليزم دو باس. دونك حنا عطينا لي زانديكاتور ديال هاد الالتهابات. سيدتي الكريمه ما نقدر نقول لك حتى حاجه من غير انك تحركي وتاكلي مزيان تنعسي مزيان وتصومي، هادو ما هما الاساليب الحقيقيه ديال الوقايه الحقيقيه. حافظ على وزنك يكون وزن جيد، واخا ماشي الوزن ديال فيا مترو 75 خصو يكون عندي 75 كيلو، ماشي هاد حنا لا نعالج ارقام ولا نتعامل مع ارقام، والوزن ديالنا راه ماشي رقم، عقلوا عليها الوزن ديالنا ماشي رقم، الوزن ديالنا احساس. شحال من واحد كيقول لك انا حاسس براسي زدت في الوزن، كيمشي عبر كيلقى زاد في الوزن، احساس. ملي كيكون عندك صفاء الذهن كتعرف جسمك فاش كيرتاح والوزن اللي كيرتاح فيه ولا زون اللي كيرتاح فيها والكلام اللي كيرتاح فيه والناس اللي كيرتاحوا معاهم والتغذيه اللي كترتاح فيها، هذا سميتو صفاء الدين وسميتو الفطره عند الاطفال. رجعوا للفطره ديالنا، رجعوا للصفاء الدين ديالنا، وعرف وتعرف باللي جسمك كيوجهك للحاجات الزوينين، لا الناس الزوينين ولا الاشياء الزوينين ولا الاماكن الزوينه ولا الامور كامله. والحمد لله احنا في المغرب والله العظيم الا في المغرب عندنا كل الشروط من اجل اننا نعيش حياه كريمه. انا كنهضر على الشروط الصحيه قبل شروط اخرى. الحياه الكريمه شنو هي؟ وان ما يكون عندك حتى شي مرض، عاد ندوزو لحاجه اخرى. شحال من واحد الحمد لله باش تعرف راسك في الحياه الكريمه، واخا يكون عندك ما في النهار كاين الناس اللي دراوش ما شاء الله ما يعيش حياه كريمه. شنو معنى كريمه؟ ضمير حي، كيدخل على وليداته الحلال، خارج في النهار ما عارفش رزقه، يعني دي ميتايق في اللي خلقه انه غير رزقه، والصحه ديالو ما شاء الله. هذه هي الحياه الكريمه الحقيقيه. مرحبا. ناخذ معنا مكالمه اخرى استاذ الا سمحتي لي. معنا لاله فوزيه من جديده. صباح الخير لاله. صباح الخير اختي سكينه. اهلا وسهلا. شكرا بزاف لكم على البرنامج، كتنورونا بارك الله فيكم. مرحبا بك لاله، تفضل. استاذ احلمي صباح الخير. اهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمه الله. شكرا لك استاذ بزاف، الله يطولنا في عمرك، خذينا منك كثير ما شاء الله عليك. بارك الله فيكم. شكرا. دكتور عندي مشكل صحي هو فقر الدم، كنعاني منه هذه المده. نعم. شحال عندك هيموغلوبين؟ عندي دغنيامون خديت لو تريتمون عندي 13. لا دونك هذه من بعد ما خديتي الحديد ولات عندك 13. فوق ساليتي الحديد؟ مؤخرا تقريبا شي 6 مو دابا. ولاني استاذ عندي مشكل ديال لافيريتين دائما هابطه، راه المده هذيك من 3 سنوات. دونك هذا المشكل، هذا اللي بغيت اللي جبرتيني غنقول لك. دونك دابا انتيا ما غتعرفي راسك درتي لا كوريكسيون حتى ل 120 اليوم الجايه، يعني مي غتوقفي الحديد اوكي وتعاودي التحليله وتلقاي لي موغلوبين، عاد قولي راني درت لا كوريكسيون، لان لا كوريكسيون مالوغوزمون ما كدارش على 120 يوم، كدار على 240 يوم. لان علاش؟ لانك خاصي واخا انا الان ياك هذا سؤالك دكتور، مازال ما كملتش لجات على خاطر. مرحبا مرحبا. داكوغ. دونك عندي لا فيتامين دي حتى هي هابطه، شعري كيشيح.
شحال من نانوغرام عندك الفيتامين دي؟ عندي 13. شوف 13 في الفيتامين دي والحديد ناقص، الشعر غيطيح. هاد مسألة الشعر نسيها، نقادو الفيتامين دي ونقادو الحديد ما يبقاش يطيح الشعر. الكوير شوفولو حساسة نقص الفيتامين دي ونقص الحديد. دي مسألة باش تصاوب، باش الكوير شوفولو تا والبصيلات ديال الشعر يخدمو يعطيوك الشعرة، والشعرة تكون كحلة ولا 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 زعرة ولا هذه يعني ما تكونش بيضاء، خاص يكون عندك الحديد ويكون عندك النحاس ويكون عندك الفيتامين دي ويكون عندك هاد الأمور كامل. سو كيف أنا كيطيح لي الشعر وعندي الفيتامين ناقص وعندي الحديد ناقص، نهار غندير لا كوريكسيون غنتسنى واحد 3 شهور غيتقاد المشكل. دونك نحلوا المشكل ديال الفيتامين دي والمشكل ديال الحديد، وداك الساعة هاد الأمور هادي راه كتحل راسها. تفضل. نعم مرحبا. دونك اختي سكينه، نشير لواحد المساله. انا مثلا عندي فقر الدم، صافي، مشيت انايا تعطالي انا واحد مكمل، واش ناخذ واش ما ناخذوش؟ هذا فيه نقاش ما كنناقشوش حنايا في هذه، كنناقشوا في المؤتمرات باش هكا كنعطيو المسائل العلميه الدقيقه. مشى الانسان خدا هذا الحديد واحد المده، كيقول له المختص من هنا 3 شهور بالضبط 120 يوم دير التحليله وعاود رجع عندي، كيلقى الحديد الهيموغلوبين مقاده. حليتي المشكل؟ لا مازال. واش تحل؟ باقي ما عرفناش تحل ولا لا، حيت مي غنلقى انايا الهيموغلوبين نورمال حيت خدا الحديد، باقي ما تحليش المشكل. خصني نتسنى الجيل الجاي ديال الكريات الحمراء. الكريات الحمراء كتنتج على مستوى النخاع العظمي سميتها ليماتوبويز، كتعيش 120 يوم من موراها كيجي جيل اخر. خصني نتسنى الجيل الجاي. الا جا الجيل الجاي وما كانش عندي ليموغلوبين كليكي باردون ليموغلوبين عندي ليموغلوبين نورمال فيريتين نورمال، الحمد لله لا كوريكسيون دارت. دونك المشكل كنشوفوه على 240 يوم، الجيل الاول والجيل الثاني، باش ما نبقاوش نقول انا خديت ثاني. اللي كيوقع للناس هو انه غير يوقفوا الحديد، كيقول راه صافي الهيموغلوبين عندي مزيانه، كيدوز واحد الشهر كيرجع له الاعراض. علاش؟ حيت حليتي وتعاملتي مع الاعراض، ما تعاملتيش مع اصل المشكل. عندك واحد السقف كيقطر، سي فغي غتحكو وتصبغو، غتعيط للصباغ غتحكو وتصبغو، ولكن قبل من خصك تعيط للبلومبي تشوف فين كاين الفويت. حنا شنو كنديرو؟ عيط للصباغ، حك صبغ، عاوتاني بدا ديك القطره، بدا عاوتاني نفس المشكل، عاود نحكو نصبغو، بدا نفس المشكل. ما عمرنا عيطنا للبلومبي قلنا له عافاك شوف لنا فين كاين هذا الفويت. فقر الدم كل مره فين عندكم الفويت؟ اما في الهيبسيدين. شكون اللي كيهضر على الهيبسيدين؟ هيبسيدين هرمون كيضبط الحديد كيما الانسولين كيضبط السكر. الا عندك مشكل في الهيبسيدين هنا كاين مشكله. النحاس ذو القرنين راه بنا السد من القطر والحديد، من النحاس والحديد. هنا إشارة ربانية أن القوة ما كاينش غير في الحديد بوحدو، القوة كاينة في الحديد والنحاس. حيت الغدة الدرقية كتخدم باليود، ولينا كنهضروا الغدة الدرقية يود، هي هو السيلينيوم. علاش السيلينيوم؟ هو اللي كيحول تا 4 لتا 3، إلا ما عندكش هو عندك كاع اليود. ودايوغ هادو ما هرمونات شبح. علاش؟ لأن يعني الجسم إلا لقى البروم، إلا لقى الكلور، ولا لقى الفليور، هو كيصاوب منهم الهرمونات الدرقيه، الغده الدرقيه. هادو هرمونات شبح. علاش؟ لان كيتسموا ليزالوجين في العائله ديال ليزالوجين. فين كاين الكلور؟ كاين في الماء. البروم كاين في الحوايج، والفليور كاين في الدونتيفريس ديال نحكوا بها اسناننا. هكاك عاوتاني الحديد، حيت وسط الهيموغلوبين كاين لام، كاين الحديد، ربطنا فقر الدم فقط بالحديد. هذا خطا. ليماتوبويز انتاج الدم حديد، النحاس، الزنك، الفيتامين سي، البي 9 والبي 12. كاين الناس اللي عندهم بي 12 ناقصه، الاسيد فوليك، بي 9 والكوبالامين، معدن الكوبالت. تصور هذه شحال كانوا جدودنا، تصور اختي سكينه، هذه شحال كانوا جدودنا جسمهم كان كيصاوب الفيتامين بي 12. اليوم حتى واحد جسمه ما كيصاوب الفيتامين بي 12. جدودنا ما عمر تلقى عنده فقر الدم من نقص البي 12. علاش؟ كانوا بكتيريات في الامعاء ديالهم كيصاوبوا البي 12، اليوم ما بقاوش. ما بقاوش عندنا بكتيريا. ما يمكن تاخذ انت كيقول لك لا بي 12 مصدر حيواني، وهذاك الحيوان اصلا الا ما عندوش بكتيريات اللي تصاوب له الفيتامين بي 12، واخا تاخذ حتى 20 كيلو ديال اللحم ما تلقاش فيها ولا غرام ديال الفيتامين بي 12. فهادشي اش كنقول انا بالنسبه للسيده الكريمه، ضروري تعرفوا عافاكم فقر الدم، نعرفوا السبب. ما نبداش انا الحديد، نعم، ولكن نعرف انا السبب. ما يكونش عندي حتى فضول نعرف السبب.
مرأة مثلا واش الدورة الشهرية طويلة، واش كتجيها الدورة مجهدة، واش عندها لوندوميتريوز، واش عندها شي فيبروم، واش عندها شي مشكل فدي. الإنسان العادي واش عنده ريكتوكوليت ايموراجيك، واش عنده شي نزيف، واش هنا كنكونوا كنعرفوا الدم في كي يتفقد. أما نجي أنا ونبدا هكا، أنا عندي راه أنا غندير هاد السياسة العلاجية، من بعد عاوتاني غادي يجي غاي سالي الحديد كيرجع عاوتاني كنرجعوا لنقطة الصفر. كنكونوا شحال ضيعنا؟ ضيعنا واحد ربع شهور في استراتيجية اللي ربع شهور ونتا عيان. أنا نقص الحديد راه العياء، راه العياء لا فاتيك جينيرال. علاش؟ لأن الحديد يكمل الهيموغلوبين، والهيموغلوبين هي ذاك طاكسيات ديال الأكسجين اللي كيوصلوا للجسم. جسمك ما كيوصلوش الأكسجين كتبقى تجيك لا ميغران، كيبقى يجيك العياء ويجيك هاد الأمور. هاد الجانب الوقائي والجانب العلاجي خصنا نمشيو لهاد الاستراتيجية ديال المنطقية في التعامل مع المشاكل. ما نبقاوش حنا نربطو غير هادي لا شرب أتاي كيحرق الحديد. تصور 2023 باقي كنسمعوا ما تشربش أتاي كيحرق الحديد. مرحبا. وحنا اكيد مازال نستمر معك استاذي وناخذ معنا مكالمه اخرى. معنا سي عبد الله من طنجة. صباح الخير سيدي. صباح الخير اختي سكينه. مرحبا تفضل سيدي. دكتور حليمي السلام عليكم. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. بغيت نسقسيك واحد ثلاثه الاسئله اللي كان ممكن. الله يجازيك بالخير. تفضل. السؤال الاول بغيت نسقسيك على ديك الاواني ديال الزاج، ديك البلاطو ديال الزاج، وديك الورق اللي كيتسمى ورق ديال الزبده كيدخل للفران، واش صحيين ولا لا؟ من طبيعه الحال الفران ديال الضو. دونك هضرتي لي على الاواني الزجاجيه ياك؟ هذيك بلاطو ديال الزاج مثلا كيعملوا فيه الحوت ويدخلوه للفران. اها لي مول. دونك لي مول. المول. اي السؤال الثاني على ذاك الورق، الورق اللي كيدار فيه الزبده. ورق الزبده، ورق الزبده اللي كيدار في الفران. بابي كويسون. كيعملوا فيه الحوت. بابي كويسون. كيلصق شي ولا شي حاجه. اها. وعندي سؤال اخر متعلق بالجهاز التنفسي. عندي حساسيه الغبره بزاف، ومثلا ديك الافرازات كتيبس لي في النيف ديالي، واش كاين شي اغذيه اللي ممكن نتجنبها؟ حيت انا سمعت واحد النصائح من ربما من عندكم من الدكتور الفايد جزاه الله خيرا، بانني بعد من الحليب والمشتقات ديالو. واش نعم. واش نزيد ذكي المعلومه او لا؟ واعطيني شي معلومه. شي معلومه. واخا سؤالي فين كتسكن؟ كنسكن في طنجه. في طنجه. فين دوزتي الصغر؟ الصغر ديالك فين دوزتي حتى 10 سنوات فين دوزتي؟ الصغر دوزتو في الباديه. من هذا الشيء علاش اخي الكريم؟ شنو السميه ديالك؟ عبد الله. خويا عبد الله هادشي علاش؟ لما كدوزوا الصغر ديالكم في الباديه وما كتبقاوش ترجعوا للباديه كيبداو يبانوا عندكم هاد المشاكل. انا غنجاوبك ان شاء الله. مرحبا. 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 شوف اختي سكينه، اول حاجه داك لي مول ديال الطياب هادوك ما كاينش مشكل فيهم، ممكن الانسان يستعملهم. بالعكس حل جميل، حل جميل بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الاسماك، لان الاسماك اللي كيفكر في صحته كيستهلكها يا في الفران يا مشويه يا في الطاجين يا كويرات كفته. هذا اللي شي حاجه سميتها القلي بالنسبه. دونك هاد الليمول هادو كيكونوا حل جيد، حل جيد، انسان يدخلهم للفران ما كاينش مشكل تماما. واخا بالنسبه للبابي كويسون كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، زيده على البابي الومنيوم. بابي الومنيوم ما قالوا لكمش باللي راه جهه بحدا جهه ديال البارد وجهه ديال السخون؟ الناس كيستعملوه دونك من غير حنا ما كنوصلوش للبارد والسخون، كنوصلوا بابي الومنيوم. اي حاجه حامضيه كتفاعل معه، اي حاجه سخونه كتفاعل معه، يعني اي حاجه اسيد، اي حاجه حامضيه، اي حاجه فيها لو غرا عقلوا عليها، هذا كيتسمى لا رياكسيون كونتينو كونتينو. اي حاجه سخونه كتفاعل معه، انت كتقيسو من برا كتلقى سخون. اي حاجه اسيد كتفاعل معه، واي حاجه فيها لو غرا كتفاعل معه، وانت اي حاجه حطيتيها غيكون وحده من هادوما. كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. راه اللي باقي كيستعمل بابي الومنيوم راه ما يمكن نقولوا له الا لا حول ولا قوه الا بالله. خا بالنسبه للاخ الكريم على ود هاد المشوفيه ديال الانف، انا كنوصي الناس عفاكم حاولوا تبقاو تمشيو للبحر. البحر داك الناس كيقول لك لا الرطوبه، انا ساكن في طرف البحر لكن خاف من الرطوبه. عرفتي اللي كيخلي جسمك انا ما تكونش عندك الرطوبه هي الاوميغا 3 وماده السكوالين. فين كاينين في الحوت ديال داك البحر اللي انت كتخاف من الرطوبه ديالو، وبالتالي كتعيش بجنب البحر كتلحق كل الحوت. كيفاش كانوا الناس هاد الشحال كيعيشوا جنب البحر وما كيعانيوش من الرطوبه؟ انت كتعيش بجنب البحر وكتاخذ واحد الغذاء اللي جاي علم الله منين، في حين ان حداك غير البحر
دونك باش تحمي راسك نتايا من هاد لا 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 راه معمر البحر كيعطينا الربو، معمر هاد الرطوبه كتعطينا الربو، الربو راه كاينه اشياء اخرى من بعد نهضروا عليها. راه عندنا لي زالفيول الحويصلات الرئويه تصوروا شحال مي كنطلقوها 70 متر مربع، داك البقعه اللي ساكن فيها نتايا، داك لابارتمون اللي ساكن فيها، المساحه ديال لابارتمون ديالك كامله هي المساحه ديال الحويصلات الرئويه ديالك، تخيلوا. وبالتالي عفاكم لا لا الناس اللي عندهم هذه المشاكل هذه، ما نقولش انا لا الرطوبه كنعيش انايا مثلا في العريش، كنعيش في العريش وكل الحوت ديال العريش. علاش؟ لانني كنعيش في الحرايش العريش، والحوت ديال العريش فيه الاوميغا 3 وماده سكوالين وادابطي لهذاك المكان هذاك. وبالتالي الله سبحانه وتعالى قالنا الارض مشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. دابا راه ولا هذا مستوى متقدم مع برنامج الصحه والسلامه نقدروا نهضروا عليه. ولا الاكل المحلي مثلا، نعطيك مثال، مثلا شي واحد عايش في ازيلان، باش نحمي راسي انا من الحساسيات اللي ممكن تجيني في المنطقه ديال ازيلان خصني ناكل العسل ديال ازيلان. علاش؟ لان هذاك النحل سارى المنطقه ازيلان كامله وجاب لي البولين ديال داك المناطق كامله وعطاها لي في واحد المنتوج اللي مي كناخذها كتكون عندي انايا واحد ديسونسيبيليزاسيون. لان الناس لما بعدوا على الطبيعه وبعدوا على الحيوانات، ولا الى قاص الحيوان يوقع له مشكل، الى خرج الغبره يوقع له مشكل، الى مشى لي زكريا يوقع له مشكل، الى داز حدا الزيتون يوقع له مشكل، الى داز حدا البولين يوقع له مشكل. وانت ما غدوز حدا البولين، ما غتقيس حيوانات، ما غتخرج للطبيعه، ما خلي وليداتكم يحتكوا، وجسمكم خاصه تسكن فيه واحد البكتيريا عقلوا عليها. ديما كنا كنقولوا يد الفلاح نقيه، ما الناس ما كانوش كيعرفوا علاش، لان فيها واحد البكتيريا سميتها الميكوباكتيريوم فاكاي. خليوا وليداتكم ياخذوا هاد البكتيريا هذه باللعب في الطبيعه بالاحتكاك بالحيوانات. لما ولدك ياخذ هاد البكتيريا كونوا متاكد هي المايسترو اللي كتحمي الاجسام وجسم الطفل من الحساسيات، سميتها الميكوباكتيريوم فاكاي. هذه كاينه في التراب، كاينه في الطبيعه. هذا للناس اللي كيعرفوا الفارم افكت او المفعول الضيعه ولا مفعول هذا. دابا في لازوثيرابي ولاو كيعتمد يعني الاعتماد على هذه المساله. لازوثيرابي هو العلاج بالحيوانات، لا كروماثيرابي هو العلاج بالالوان، لا فيتوثيرابي هو العلاج بالنبات، لا ديتوثيرابي هو العلاج بالاكل، لا سيلفوثيرابي هو العلاج بالاشجار. الا مشيتوا لليابان ولقيتوا شي واحد شاد في شي شجره غيخليوه. علاش؟ لانه عارف هذيك الشجره راه كاين علاج خاص سميتو لا سيلفوثيرابي. هاد العلاجات كلها وانا نعطيها للناس. خلي رجلك بيانو، رجلك حفيانين، وشد في شي شجره وسد عينك وشوف الطاقه الايجابيه اللي غتحس بها، وسترى العجب العجب. ما تستغربش حتى تجربها. عمرنا نحكموا دي بريجوجمون واللي خلونا ما نديروا حتى شي حاجه. مرحبا، مشكور جزيل الشكر استاذي على خطيك، واكيد ان المواعيد متجد باذن الله غدا. مشكور جزيل الشكر ان شاء الله. كان معنا ومشرفنا الاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه.